وأهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: الثوار يحررون طفس في درعا ويطلقون معركة رفع الحصار عن داريا. الجيش الحر ينفي سيطرة مقاتلين أكراد على معبر اليعربية الحدودي مع العراق. والإبراهيمي يؤكد ضرورة مشاركة إيران في جنيف 2 وسط أنباء عن إرجاء موعده. وإلى التفاصيل: قتل أكثر من 20 شخصا من الغوطة الشرقية بريف دمشق في كمين لقوات النظام أثناء محاولتهم الخروج من المدينة لتلقي العلاج، فيما أعلن ناشطون مقتل عدد من عناصر حزب الله خلال اشتباكات ضارية هزت الغوطة الشرقية. تزامنا بدأ الثوار دريا معارك لكسر الحصار المفروض على المدينة منذ نحو عام بعد ساعات على سيطرة الجيش الحر على مدينة طفس في درعا. هذه عينة من أجواء الحرب التي تعيشها سوريا على مدار الساعة في محافظة درعا وريفها. ورغم قصفها بطائرات الميغ وبراجمات الصواريخ والمدفعية، نجح الجيش الحر بتحرير مدينة طفس بالكامل، كما حرر حاجز التابلين والمساكن العسكرية. إنجازات الجيش الحر انسحبت كذلك على مدينة دارية في ريف دمشق، إذ تمكن من تحرير 20 بناء على الجبهة الجنوبية للمدينة من قوات النظام التي كانت تتمركز فيها. يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش الحر وكتائب الأسد في محيط حاجز النور ببلدة المليحة، وسط قصف يستهدف محيط معمل تاميكو وبساتين البلدة ومدن وبلدات الريف الدمشقي. الطيران الحربي أغار كذلك على مدن وبلدات الغوطتين ومعظمية الشام، حيث سقط أكثر من 20 شخصا أثناء محاولتهم الخروج من الغوطة الشرقية لتلقي العلاج في كمين نصبته لهم قوات النظام. تزامنا أفادت معلومات عن مقتل وجرح عدد من عناصر حزب الله في اشتباكات بالغوطة. وفي العاصمة تتعرض العديد من الأحياء للقصف المركز، منها برزة والعسالي، فيما تدور اشتباكات عنيفة في حي القدم. جبهة حمص لا تزال مشتعلة إثر قصفها بشدة، فيما تسبب القتال الدائر في قرية صدد في حصار أكثر من 3000 شخص منذ أيام، ما دفع بالشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توجيه نداء استغاثة عاجل إلى المجتمع الدولي لإجلاء ومساعدة المدنيين. ريف اللاذقية والأحياء المحررة بمدينة دير الزور تقصف بدورها، فيما يستهدف الجيش الحر المدفعية المتمركزة على الجبل بصواريخ محلية الصنع. هذا وتجددت الاشتباكات شمال مدينة الرقة وعلى محاور عدة من ريف حما الشرقي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الدراني. إسماعيل، أهلا بك معنا. ما الذي يجري في ريف دمشق وخصوصا في الغوطة الشرقية؟ نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم. الريف يزال على وقع صدمة الأمس، حيث سقط فيه 200 شهيد نتيجة السيارة الانتحارية التي تم تفجيرها في وادي بردة. اليوم كانت الأحداث بدءا غارات جوية على محيط مدينة المليحة التي شهدت تحرير معمل تاميكو، إضافة إلى غارات سقط في عدد من الجرحى في مدينة كفر بطنة. ولا يزال الريف الدمشقي الغربي يعيش على وقعة الحصار الهمج العنيف. اليوم أعلن أبطال الجيش الحر تحرير 20 بناء على جبهة مدينة دارية ولله الحمد، وهذه الجبهة هي من أعتى جبهات في على جميع الجبهات في سوريا، حيث أن هذه الجبهة هي محاصرة منذ أكثر من عام ومحاصر بشكل كامل وقصف عنيف جدا تتعرض له مدينة دارية. اليوم تم تحرير 20 بناء، وأعلن أبطال الجيش الحر أنهم قريبا سيستطيعون من السيطرة على أستراد درعا دمشق الدولي نتيجة هذه العملية التي تهدف إلى فك الحصار عن مدينة دارية بالانتقال إلى مناطق أخرى، حيث تم إعلان مقتل العميد أو العقيد الركن سليمان كنعان، وهو يكون أخو الضابط غازي كنعان على أيدي أبطال الجيش الحر، في حين الكمين الذي يدعي أن النظام أنه سقط فيه 20 عنصرا من جبهة النصرة في الغوطة الشرقية هم ليسوا سوى عبارة عن جرحى كانوا يحاولون الهروب من الغوطة الشرقية المحاصرة لتلقي العلاج في أماكن تنعم ببعض من وسائل الراحة أو تواجد المواد الطبية. إذن هذا النظام يدعي أنه قتل عناصر جبهة النصرة في حين أنهم عبارة عن مرضى وجرحى لازم بالفرار من الحصار. شكرا لك اسماعيل الدراني عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق على هذه المعلومات. إذا، نفت قيادات بارزة في جبهة النصرة رواية مقتل زعيمها أبو محمد الجولاني التي أوردها التلفزيون السوري قبل أن يعود ويسحبها.
من جهة أخرى، نفى الجيش السوري الحر سيطرة مقاتلين أكراد على معبر اليعربية الحدودي مع العراق، الأمر الذي أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. تضاربت الأنباء بشأن الجهة التي فرضت سيطرتها على معبر تل كوجر العربية الحدودي مع العراق، الذي يشهد منذ 3 أيام اشتباكات ضارية بين مقاتلين أكراد ومسلحين تابعين لتنظيم القاعدة. فقد أكد لواء التوحيد التابع للجيش الحر في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أن المعبر لا يزال في قبضة الجيش الحر، ولكنه لا يزال مسرحا لاشتباكات عنيفة، غير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد سيطرة مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي على المعبر عقب اشتباكات مع مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وعناصر الكتائب المقاتلة. وأضاف المرصد أن المقاتلين الأكراد سيطروا أيضا على معمل للإسمنت ومنطقة السوق الحرة والمزارع المحيطة ببلدة العربية بالقرب من المعبر. وتمثل العربية الحدودية أهمية للطرفين، إذ أنها تتيح تواصلا للأكراد مع أقرانهم في كردستان العراق، في حين يرى الجهاديون فيها نقطة وصل مع غرب العراق، حيث يحظى المقاتلون المرتبطون بالقاعدة بنفوذ واسع. ويعد المعبر المنفذ الحدودي الوحيد إلى الأراضي العراقية، وكان في عهدة الكتائب المقاتلة التي سيطرت عليه بمساعدة مقاتلي جبهة النصرة بعد اشتباكات مع القوات الموالية لنظام الأسد في آذار الماضي. سوريا اليوم مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحريري يتهم نظام الأسد بشن حرب قذرة على طرابلس عبر أدواته في لبنان. أهلا بكم من جديد. شدد المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي من طهران على ضرورة مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا. من أنقرة إلى طهران عبر المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي، حيث يلتقي المسؤولين الإيرانيين وفي جعبته الملف السوري ضمن جولته الشرق أوسطية تحضيرا لمؤتمر جنيف 2. المشاورات السياسية حول سوريا كانت محور بحث بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي لوران فابيوس. أما الوضع الإنساني المخيف والصعب وسبل دعمه فكان محط اهتمام مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، التي قدمت تقريرا إلى مجلس الأمن الذي تبناه وطالبت فيه بالضغط على النظام السوري من أجل السماح بدخول قوافل المساعدات الإغاثية وتذليل العقبات اللوجستية لرفع الحصار عن نحو 2.5 مليون سوري، كما حذرت من انتشار أوبئة على غرار فيروس شلل الأطفال في دير الزور. النظام رد عبر سفيره في الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي دحض مضمون التقرير، متهما آموس بالانحياز وعدم تقديم الصورة الكاملة عن مسؤولية من أسماها بالجماعات الإرهابية عن حصار المدنيين وقطع الكهرباء عن دمشق، وبعد تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من السوريين الفارين إلى أوروبا. أشار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال كلمة أمام قمة قادة أوروبا إلى أنه يتوجب على دول الاتحاد تقديم المساعدات اللازمة لتركيا والأردن ولبنان لدعمها في تلبية متطلبات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، قائلا إن لم نفعل ذلك فسيتركون مخيماتهم ويأتون إلينا. يتجه الإبراهيمي إلى إرجاء جنيف 2 وفرص انعقاد المؤتمر قبل نهاية السنة ضئيلة. هذا أبرز ما أوردته الصحف اليوم في إطار مواكبتها للملف السوري. أوضحت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة الحياة أن المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي يمكن أن يقترح تأجيل مؤتمر جنيف 2 إلى كانون الثاني المقبل خلال لقائه الوفدين الأمريكي والروسي بجنيف، إذا ما أيقن بأن الظروف غير ناضجة بعد. وقالت المصادر نفسها أن النتائج الأولية لجولة الإبراهيمي وعدم تمكنه من زيارة بعض الدول الفاعلة في الموضوع السوري، إضافة إلى وضع المعارضة السورية المختلفة فيما بينها في شأن حدود جنيف 2 أو مقاطعته، كلها أمور ربما تدفعه إلى الاقتناع بضرورة إجراء المزيد من الاتصالات قبل انعقاد المؤتمر. كشف دبلوماسي غربي بارز لصحيفة الرأي الكويتية عن تضاؤل كبير في حظوظ انعقاد مؤتمر جنيف 2 حول سوريا في 23 من تشرين الثاني المقبل أو حتى قبل نهاية السنة الحالية، عازيا السبب إلى الاختلاف في المقاربات والتكتيك بين الغرب ولا سيما الولايات المتحدة والائتلاف الوطني السوري المعارض.
ورأى المصدر أنه من الصعب جدا على الأسد بناء ما تهدم في سوريا من دون مساعدة الغرب، كاشفا أن التقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار تتطلب نحو 85 مليار دولار، ما يستوجب جهودا دولية لن تكون موجودة في ظل رئيس يعتبر مجرم حرب لقتله شعبه وتهجيره ولمساهمته في تدمير بلاده، وبالتالي فإنه إذا أصر على البقاء سيكون معزولا عن العالم ما عدا حلفائه. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تحقيقا عن المغني السوري عمر سليمان الذي قد لا يسمح له بالغناء مرة أخرى في وطنه سوريا بعدما أجبرته الأحداث الأخيرة على تركه والعيش في المنفى. الصحيفة التي أشارت إلى أن سليمان الذي يجوب أوروبا حاليا ويعتبر مغني حفلات الزفاف الأكثر شعبية في سوريا نقلت عنه قوله: حقيقة الأمر لم تعد هناك موسيقى في سوريا، فظلمات الحرب تسود وليس هذا الوقت المناسب للغناء هناك. في لبنان حيث عاشت طرابلس هدوءا حذرا بعد أيام من الاشتباكات، قال الرئيس سعد الحريري تعليقا على الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة إن هناك حربا قذرة قرر النظام السوري أن يشنها بواسطة أدواته المحليين على المدينة وأهلها. قال الرئيس سعد الحريري: لا معنى لأي كلام في السياسة والاستغراق في البحث عن مخارج لتأليف الحكومة أو لانعقاد المجلس النيابي، ولا معنى للتفتيش عن أي مبررات للعودة إلى الحوار والدعوات المتكررة إلى التهدئة وضبط النفس، وهناك مدينة لبنانية كبيرة يصفونها بأنها العاصمة الثانية للبنان تتعرض يوميا لحرب مشبوهة تستهدف أمنها وسلامتها ودورها وكرامتها. وأضاف: نعم، هناك حرب قذرة قرر النظام السوري أن يشنها بواسطة أدواته المحليين على طرابلس وأهلها. وتابع الرئيس الحريري: رأس الإجرام في دمشق هو الرأس المدبر لكل الجرائم، وهو الذي يريد إغراق مدينة طرابلس بالفوضى المسلحة ويسلط على المدينة وأهلها وأحيائها مجموعات ميليشياوية يجري تزويدها بالسلاح، ومن جهات داخلية تعرفها الدولة وأجهزتها، ولغاية وحيدة فقط هي النيل من طرابلس وكرامة مواطنيها. وختم الرئيس الحريري: نعم، الدولة مسؤولة وهي التي عليها أن تبادر إلى حسم الأمر ووضع الأمور في نصابها وإنقاذ طرابلس من المخطط الذي تنفذه أدوات المخابرات السورية، وخلاف ذلك تكون الدولة وأجهزتها شريكة فيما تتعرض له طرابلس، أي أنها شريكة في الحرب التي أعلنها النظام السوري على المدينة وأهلها الصابرين. نبقى في لبنان حيث كشف رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أنه تلقى رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تفيد بأنه يبذل جهوده القصوى لتحرير المطرانين المخطوفين في سوريا يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي. رغم الاعتداءات المتكررة في فترات معينة على غرار الخطف والاحتجاز المشنين للمطرانين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم، والتي ننظر إلى مساع حسيسة ونشطة لتحريرهما سالمين مكرمين، وخاصة أنني تلقيت رسالة من أمير قطر تفيد ببذل جهوده القصوى لتحرير المطرانين في أقرب الآجال. وأتابع في النشرة بعد الفاصل. شاب سوري يطور تطبيقا ينذر المواطنين من هجمات الأسد الوشيكة. أهلا بكم من جديد. طور شاب سوري مبدع تطبيقا عبر الإنترنت ينذر المواطنين من هجمات كتائب الأسد الوشيكة، وبوسعه تحديد المكان الذي يحتمل أن يستهدفه الصاروخ. لا إله إلا الله، لا سقوط مثل هذه الصواريخ على منطقة سكنية واظب النظام على إطلاقها يعني إزهاق عشرات الأرواح لم يكن المئات. المهندس السوري الكردي دلشاد عثمان كان أمام تحد لإنقاذ المدنيين المستهدفين، نجح في اجتيازه وابتكار نظام الإنذار المبكر يخبر المواطنين في سوريا إن كانوا على وشك التعرض لهجوم صاروخي أم لا من خلال تطبيق يحملونه على الإنترنت يتحدد فيه مكان انطلاق الصاروخ المرمز بأي والمكان المستهدف المرمز ببي، وباستخدام صيغة تنطوي على بيانات خاصة بمسار وسرعة الصاروخ.
وقد استوحى المهندس الشاب البالغ 27 عاما فكرته من صديق له يقيم في شمال سوريا، حين كتب على فيسبوك أن صاروخا مر من فوق رأسه، وبجهد شهرين استطاع ابتكار تطبيق بوسع السوريين تحميله ويعمل عبر تجميع المعلومات من جانب 7 أشخاص متطوعين معنيين بعمليات الرصد ينتشرون في تلال الواقعة خارج دمشق، فكل صاروخ يحتاج ما بين 8 إلى 12 دقيقة كي يصل إلى أي هدف بالشمال، حيث يرسلون رسائل بريدية إلى aimta.com، الموقع الأول من نوعه الذي أنشأه عثمان، ويتتبع موقع الصاروخ والمكان الذي يحتمل أن يستقر به. شعر أن هناك نية بقتله بعد أن كان يخدم في الجيش السوري النظامي في 2011، فقرر الابتعاد عن سوريا إلى واشنطن، لكن الأبداع الذي حمله المهندس الشاب ظل موظفا داخل سوريا ليخدم ثورتها. مصاعب كثيرة تواجه المزارعين في إدلب أثناء جنيهم لمحاصيل الزيتون، الموسم الذي ينتظرونه سنويا ويعولون عليه كثيرا. الخوف من حواجز جيش النظام أكثر ما يعيق عملية قطاف الزيتون في محافظة إدلب الشهيرة بكثرة أشجار زيتونها وجودة زيتها. في كل عام وفي مثل هذا الوقت تتجه العائلات في إدلب بجميع أفرادها لتمارس طقسا مقدسا محببا بعد انتظار عام كامل لتبدأ عملية جني محصول الزيتون. كان الفرح أكثر ما يميز الموسم قبل أن تعيقه مصاعب كثيرة يرويها الفلاح بكثير من الأسى. أول شغل الخوف، يعني ما بتشوف العبت هون هيك قاعد عم تحوي الزيتون ما شون لاجت الطيارة، نرقد وتخبوا تخبوا اجت الطيارة صارت تقصف قصف. هلأ المعاصير أغلبها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، يعني في المناطق المحررة في معاصير قليلة جدا لا تكفي، وغير هيك التكل فيه، يعني كان نعصر كيس الزيتون 100 فرقة هلأ بـ1000 فرقة، يعني التكلفة صارت عالية كثير. 13 مليون شجرة زيتون يصل عمر بعضها إلى أكثر من 70 عاما كانت كافية لتطلق لقب إدلب الخضراء على المحافظة الواقعة في شمال سوريا، والتي يصل إنتاجها من الزيتون 187,000 طن سنويا. لكل حبة زيتون منها قيمة كبيرة عند أصحابها من الفلاحين الذين ورثوا زراعتها عن آبائهم وأجدادهم في بعض المناطق. يحكي إبريق الشاي المغلي على الحطب عندما تحين الاستراحة حكاية حب كبير يعرفها الفلاحون ويحسون بها. إذا ما نضجت ثمار الزيتون وحانت العودة إلى المزارع يجمعون زيتونها وينجبلون بترابها المقدس لديهم، ذلك أن موسم الزيتون لا يشبه المواسم الأخرى في إدلب، يتعلق الفلاحون به كفرج قادم في بداية كل شتاء. أما زيتون هذا العام فهو دفعة أمل جديدة تزيدهم قوة وقدرة على خوض معركتهم حتى الحياة لا تنغصهم فيها رشاشات جيش النظام ومدافعه وطائراته. وفي آخر خبر ورد قبل قليل، أشار وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى أهمية استمرار جهود الإبراهيمي لتشكيل وفد موحد يمثل المعارضة السورية في جنيف 2، مشددا على ضرورة تأمين مشاركة كل الدول الإقليمية الرئيسة في المؤتمر. وفي ختام نشرة سوريا اليوم تذكير بالعناوين: الثوار يحررون طفس في درعا ويطلقون معركة رفع الحصار عن دارية. الجيش الحر ينفي سيطرة مقاتلين أكراد على معبر اليعربية الحدودي مع العراق. الإبراهيمي يؤكد ضرورة مشاركة إيران في جنيف 2 وسط أنباء عن إرجاء موعده. في الختام نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.